مصري. انا سميتي منال هدى، انا يمد بسلطان، كنقش في الجامعه، كنقش انا في الجامعه. المهم هوايه ديالي كنفتخر براسي بهاد الحنه وعزيز عليا من صغري حتى لكبري، هي الرسم. وهذاك الرسم بحال اللي كنعز عليا داكشي ديال الورود، عز عليا نصايب شي حاجه ديال بحال اللي قلتي الطبيعه. صافي من تمايا كنت كنشد السيلو كنقش الدريس في المدرسه، من تمايا ولات عندي هوايه. شي 12 عام بحال هكاك، 11 عام كتجي ملي كانت كتجي الحصه ديال الرسم، مي كيقول لنا الاستاذ والاستاذه راه كاينه الحصه ديالنا ديال الرسم، غنرسموا شي حاجه بحال شي حاجه ديال شي دار، شي وريدات، شي ملي كنجي ديما انا جايه في الحصه ديال الرسم انا هي الاولى. شاركت في مهرجانات، في مهرجان ديال الدول ديال اوروبية في ايطاليا في ميلانو. كان ديك الساعه كان واحد السيد، كنت غير انايا تمايا في ميلانو، كنت جالسه تما مع اختي وكنت عايشه في اوروبا. وما يعرضوا عليا قالوا لي واش انت من كازا، قلت لهم هي من كازا من المغرب وداك الشيء. وقالوا لي شنو الحرفه ديالك، قلت لهم انا نقاشه. وقالوا لنا واش ممكن لينا دير لنا شي حاجه بغينا نشوفوها. نيت فعلا درت لواحد البور تمايا في ميلانو، درت لهم صبيعات وعجبهم، خداو النمره ديالي. ولو كيتصرفوا بيا فما كيكون عندهم شي حاجه ديال المهرجان كيعيطوا عليا كنمشي. درتها اول افتتاح درته في هذا في اتصالات المغرب، درت لهم تما في الافتتاح ديالهم. ودرتو عاوتاني في الافتتاح ديال يد الفا، حتى هي الافتتاح ديالها عيطوا عليا. ودرت عاوتاني في الخيريات، في الخيريات في الاجتماع وداكشي. المهم اي واحد ملي كيعيط، وشاركت في المسابقه ديال لالا العروسه. جيت انايا في المسابقه الاولى، كان فيها العامين، كان فيها القايد، فيها كلشي. وكانوا ديك الساعه كانت ليا صغيره، كانت بنجلوله بنشقرونه، كانوا كيعيطوا على داكشي ديال دايرين المهرجان ديال المسابقه ديال النكافات، وكانوا دايرين المسابقه ديال النقاشات. وجيت انا هي الاولى في المسابقه. كان الوقت اللي كانت فيها كانت مطلوبه، وكان فيها العز وفيها بزاف د الحوايج. اما دابا الوقت واخا ما بقاش كيما الوقت اللي كانت فيها الحنه، كانت رخيصه وكانوا الناس فرحانين بها. وفي 27 كنا كنقشوا من الاول ديال 15 ديال العيد ديال رمضان حتى الاخر ديال الاخر ديال العواجن. اما دابا القليل كنبداو من 26 حتى الاخر ديال رمضان. في الاول كان غير الخليجي والبلدي، دابا تعطاو اربعه الانواع، كاين الخليجي، كاين البلدي، كاين الصحراوي، كاين الهندي. لا الصحراوي بوحدو هو الصحراوي اصلا ديال الصحراء، كيعملوه بالسكوتش. دابا حنا ولينا كنديروه بالبرد من النقاشات ديال الهنود، داكشي في من يوتيوب اللي كتجي كتقول لك ديري بغات بحال هاد النقشه، ديري بحال هاد الزواقه، واش غدير عليا؟ وفعلا كنديرهم ليهم. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا للمنبر ديال هبه بريس اللي هو ديما سباق متابع الحدث. وكما كانت عرف الجميع، حنا صيفتي كرئيس جمعيه ديال الامل والتضامن، حنا كنستضيفوا معنا واحد الاخت هدى ونان، هذه نقاشه. وكتعرف حنا ديما كنساعدوا الحرفيين، ديما كنفتحوا عليهم، ونوع العمل ديالنا كيخلينا قريب للحرفيين والاصاله المغربيه. معنا الاخت هدى، هذه نقاشه في درب السلطان، تقريبا راه واحد 27 سنه وهي في الميدان، وكانت مارست هذه المهنه هذه خارج الديار المغربيه. ولكي لا اطيل عليكم غادي نخليها لكم دابايا، وغادي تكلم لكم على الكارير ديالها وتعطيكم واحد النبذه على هذه الحرفه هذه الاصيله المغربيه اللي هي داخله في الصناعه التقليديه، وحنا كنفتخروا بها وكنشوفوا الحمد لله كاين اقبال الاسر المغربيه على هذه الحرفه ديال النقش. فهي اصلا بليطو هي موهبه، فهي داخله في الفن الجميل، وداخله في الابداع، وداخله في الاصاله المغربيه. ومع